ولتسليط الضوء أكثر على مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن مع تأكيد بقاء القوات الأمريكية في العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم. مرحبا بك معنا. أهلا، شكرا جزيلا على هذه الفرصة أستاذ يوسف. حياكم الله. أستاذ طارق، المفاوضات التي جرت أو تجري بين إيران وأمريكا بين شد وجذب، لا سيما فيما يخص الموقف الأمريكي من الملف النووي على وجه التحديد، كيف تقيم موقف واشنطن في ظل هذه المفاوضات؟ منذ مجيء إدارة بايدن حتى يومنا هذا أساسا تغيرت النظرة الكلية للاتفاق النووي من جانب الولايات المتحدة له. فاليوم الولايات المتحدة لا تتكلم عن ماهية وجوهر الاتفاق النووي، بل تتكلم عن جزئيات الاتفاق النووي، أي حواشي أو هوامش الاتفاق النووي. فتأتي وتتخذ من بعض الملفات الغير جوهرية والغير أساسية حجة لها ومبررا لها للمفاوضة مع إيران، للتفاوض مع إيران بغية الوصول إلى اتفاق جديد. يعني على سبيل المثال اليوم الولايات المتحدة وعلى لسان ناطق باسم الحكومة قالوا أن هنالك نحن نعطي أهمية لملفات حقوق الإنسان ودعم إيران للإرهاب وتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني وهيمنة إيران على ميليشياتها في منطقة الشرق الأوسط. فهذه الملفات هي ليست بالضرورة ملف واتفاق نووي، إنما وجود إيران في ملفات أخرى تزعج أمريكا وحلفائها في المنطقة لا سيما إسرائيل. فكانت بناء على هذه التحركات كانت هنالك نوع من عدم وجود توازن في القوة في منطقة الشرق الأوسط. فإيران كانت تهاجم السفن العربية، تهاجم السفن الإسرائيلية، تهاجم حتى السفن البريطانية والأمريكية. اليوم جو بايدن يريد أن يخلق اتفاقا جديدا مع إيران ينهي هذه الاختراقات لصالح الولايات المتحدة. لذلك وجدت مفاوضات فيينا بعد مفاوضات الدورية التي كانت في الأسبوع الماضي. أستاذ طارق، من جهتها أقرت الخارجية الأمريكية بصعوبة إعادة الاتفاق النووي لعدم وجود الثقة بإيران، هل كان مطروحا بالأساس عودة الاتفاق لما كان عليه قبل انسحاب ترامب؟ أساسا الثقة هي غير موجودة منذ الاتفاق النووي 2015، فتارة ما كان الأمريكيين ينسحبون لبعض من الحجج وتارة اليانين لم يتفقوا ولم يلتزموا بعهودهم وتعهداتهم تجاه أولا الوكالة الذرية ثم 5+1. اليوم المندوب الروسي في الوكالة أو في الاتفاق النووي يقول أن على الطرفين إعطاء الوقت أو إعطاء مزيد من الوقت لبعضهما البعض، وهو يعني الولايات المتحدة وإيران، وهذه تصب في خانة مصلحة إيران، لأن النظام الإيراني كان دائما وهي السياسة معروفة لديه، كان دائما يبحث عن شراء المزيد من الوقت والهروب إلى الأمام، الهروب من كثير من الملفات الكثيفة ضده والتي من الممكن أن تخلق نوع من التصعيد ضده. فاليوم هذه الثقة الغير موجودة هي ليست بالضرورة فقط من الولايات المتحدة، إنما الإيرانيين هم الذين عدموا الثقة في هذا الاتفاق النووي. فالاتفاق النووي ب 2015 إذا تتذكروا كان متزامن مع دخول إيران وتدخل إيران بشكل عشوائي في اليمن وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. لذلك هذه الثقة انعدمت منذ ذلك الوقت. فإسرائيل دائما كانت تحذر وتهدد، واليوم واضح للجميع أن إيران هي التي عدمت الثقة وهي التي أجبرت أمريكا في زمن رئاسة ترامب بالانسحاب من هذا الاتفاق النووي. سيد طارق، إلى أي مدى ترى أن موقف الكيان الصهيوني الرافض للاتفاق النووي هو شكل نقطة تحول في مواقف الأطراف الغربية ولا سيما أمريكا من الاتفاق بصياغته الحالية؟ أكيد أمريكا ملتزمة بتعهد إسرائيل منذ ولادة إسرائيل أصلا، لذلك إسرائيل تكسب advantage، يعني دائما تكسب نوع من المصلحة من هذا الوجود، من هذا التواجد. فإسرائيل يهمها بالدرجة الأولى والأخير مصلحتها، ولا تريد لأي دولة أن تحصل على الطاقة النووية والقوة النووية بجوارها، وهي التي ضربت مفاعل تموز في العراق في 1982 لنفس الغرض.
وضربت مفاعل سوريا في 2007 على نفس الغرب، وستضرب مفاعل إيان إذا ما وجد هنالك تهديد حقيقي لإسرائيل من جانب إيان. إيان اللي بعض الخبراء يستبعدون وجود خطأ حقيقي من قبل إيان ضد إسرائيل، هذا في بين قوسين. أما اليوم إسرائيل يعني بشكل واضح تعلن أو يعلن اليمين الإسرائيلي برئاسة نتانياهو أن وجود إيان نووية داخل المنطقة هو خطأ على وجود إسرائيل بشكل عام. لذلك إسرائيل أثرت وستؤثر وتحاول أن تؤثر على قرارات روسيا وقرارات الاتحاد الأوروبي، لكنها ضعيفة في تأثيرها على روسيا والصين حتى، ولكنها قد تؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي في هذا الملف. طيب، تحت ضغط النواب الجمهوريين والدول المتضررة من الاتفاق النووي، هل تعتقد أن بايدن يمكن أن يذهب للتعامل بشكل أكثر جدية مع النظام الإيراني الذي وضعه أكثر من مرة في اختبارات أظهرته ضعيفا؟ يعني لا أمن ولا أمان على الولايات المتحدة في تناولها للملفات الإقليمية في الشرق الأوسط، فدائما هي تتخذ موقف الضغط وتخفيف الضغط. فالآن أيضا الولايات المتحدة ومن أجل الدخول إلى الشرق الأوسط بوجه جديد وب يعني شكل جديد وبسياسة جديدة وباستراتيجية جديدة تضغط طارة على الدول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية، وطارة تضغط على إيران وجهات إقليمية أخرى. نعم. فقط في سبيل تضعيف وفقط في سبيل يعني عمل خلل في التوازن يعني ضدها يعني بينها وبين روسيا وبين الصين. نعم. فاليوم تعرفون أنتم الصين دخلت إلى الشرق الأوسط بشكل أقوى من قبل، فأمريكا ومن باب عدائها الأصل في العالم مع الصين وروسيا لا تريد لهذا الملف أن يكون يعني حجة وورقة بيد الصينيين والروس ضد أمريكا. أشكرك ناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أوسلو.